ولا في اسيا ولا في افريقيا ولا في امريكا الحقيقه. خلينا نروح لضيفنا العزيز اللي هيشاركنا الحوار من امستردام، وهو واحد من اشهر الاسماء على مستوى العالم في تطوير المدربين. تولى منصب مدير التطوير في الاتحاد الالماني والاتحاد الهولندي والاتحاد الاماراتي، اضافه الى الاشراف على عمليه تطوير المدربين بالاتحاد الاوروبي لكره القدم، ده بخلاف في تجربته في تطوير المدربين مع نادي ارسنال الانجليزي كذلك هوفنهايم الالماني. خليني ارحب بمستر مارسيل لوكاسن لاول مره على الشاشات العربيه على شاشه قناه النادي الاهلي. خليني في البدايه اشكرك على قبول دعوتنا للحوار النهارده، وبنتكلم عن المدرب المصري وعملية تطوير المدربين وحصولهم على الرخصة المحترفة. باعتبارك الاسم الأفضل في هذا المجال وباعتبارك عملت في المنطقة العربية، لماذا لم تعد الرخصة الإفريقية للمدربين معتمدة في آسيا وأوروبا؟ وهل هذا بسبب اختلاف المادة العلمية أم خلل في هذا الأمر؟ Yeah, that's a question, First of all, نعم، في البداية شكرا لاستضافتي معكم. نعم، أعتقد أن السؤال الأول يجب أن يكون كيف ننظم هذا الأمر حكوميا أو من الجهة النظامية في الاتحاد؟ كل اتحاد محلي لديه مسؤولية لنفسه تجاه بلده في البداية. نحن ننسى ذلك وننسى أن أكبر تأثير لتطوير كرة القدم هو تدريب وتعليم المدير الفني، فبالتالي المجهود الذي يقع على عاتق أي أحد لتطوير المدربين هو أن نحدث ثورة في محتوى التدريبي الخاص بالاتحادات. وتطوير كرة القدم في البلاد يجب على يكون مسؤولية الاتحاد في إخراج المواهب لدى المدربين وتدريب المدربين وتعليمهم، وأن نخرج في البداية العديد من اللاعبين الموهوبين كذلك. نعم، الشيء الرئيسي هو أن المسؤول الرئيسي في أي دولة هو الاتحاد، وليس فقط نرمي اللوم على الآخرين. ليس السبب أن هذه البلد تكون بلد صغيرة أو هذا الاتحاد يكون اتحاد صغير، ولكن البناء العام لأي اتحاد مهم في الكرة المحترفة الآن. وكما قلت، تعليم المدربين، وهذا سيخرج لأي منتخب اللاعبين المناسبين. فبالتالي مرة أخرى، أكبر تأثير لتطوير كرة القدم هو تعليم المدرب قبل أن نجد له رخصة. الآن الحديث عن الرخصة، الرخصة التدريبية مقبولة لدى الاتحاد الأفريقي والشرق الأوسط وخصوصا في مصر، ولكن نجد الكثير من المدربين الأفارقة والعرب يحتاجون لمزيد من التعليم للحصول على رخصة إيه على سبيل المثال خارجيا. أيوة، ده ليه بقى؟ هل هناك فارق في المحتوى أو محتوى التعليمي يعني؟ نعم، يجب علينا أن نتعامل مع الأمر بواقعية. أيوة. أن في الاتحاد الأوروبي على سبيل المثال تحتاج أن إذا أردت أن تنال رخصة سي يجب عليك أن تتعلم وتدرس لدى الاتحاد الأوروبي. فبالتالي هذا الأمر يجب أن يحدث في أفريقيا. يجب أن يكون المدرب مقنع من الناحية التعليمية، يجب أن يتعلم أولا، يجب أن يتقبل طريقة العمل لدى الاتحاد الأوروبي لينال أولا رخصة سي، والاتحاد المحلي يجب عليه أن يلتزم بهذا الأمر وأن يتبع هذا النظام. فبالتالي المحتوى
المحتوى لم يحدث أي تطور في هذا المحتوى لدى المحلات، لدى الاتحادات المحلية. فهذا الأمر لا زال موجود في إفريقيا منذ 20 عاما. فالتعليم، تعليم كرة القدم لدى المدربين يجب أن يكون بشكل موضوعي وبشكل فعال. وأيضا المعايير يجب أن تكون في مستوى أعلى في إفريقيا، وليس فقط أن تسعى لتنال بالرخصة، وإنما كما ذكرت التعليم، وليس فقط لأنك تستطيع أن تدرب. وبالنسبة لي المعايير أن تكون على سبيل المثال حينما أكون كلاعب لدي طموحات عالية، وإذا كنت طبيباً لدي طموحات للتطور في مهنتي، كما هو الحال بالنسبة للطفل الصغير الذي يريد أن يكون لاعباً كبيراً، وكذلك الحال بالنسبة للمدرب. إذا أردت أن تكون مدرباً يجب عليك أن تدرس، أن تأخذ المزيد من الدورات تمام لتتأهل وتكون مرشحاً لهذه الرخص. مظبوط. ولكن أنا السؤال، الرخصة بتاعت الاتحاد الأفريقي هل هو زي الاتحادات المحلية نفسها دي يعني قديم برضو، ولا هم في الاتحادات المحلية؟ هو بيقول أفريقيا كلها قديم. هو الرخصة الأفريقية لا يعتد بها في أوروبا. لماذا لا يعتد بالرخصة الأفريقية في أوروبا؟ ده سؤال الأساتذة اللي موجودين معايا. أوروبا وآسيا، وفي مدربين كبار حققوا نجاحات، يعني وليد الكراكي وصل مع منتخب المغرب لمركز متقدم، جمال بالماضي طول عمره في اوروبا وصل مع منتخب الجزائر. عنده رخصة من اوروبا. انا بتكلم الناس دي ساعات بيجي يشتغلوا في، او ما ينفعش يشتغلوا في اوروبا في وقت ما. ايه السبب او ايه السر ان افريقيا؟ سؤال ثاني كمان. اعتقد ان السبب وراء هذا انا لا اعرف حقا. انا اعرف انهم يقبلون، ولكن في مستوى اقل في الاتحادات الاوروبيه وليس بشكل عام في اوروبا. وهذا لا يتعلق بسبب الإقناع فقط. فبالتالي الرخص يتم قبولها، ولكن لدى اتحادات معينة تتبع استراتيجية محددة، وهي اتحادات أقل في المستوى في أوروبا. في فرق، بس وهذا عايز أسأل سؤال. هل في فرق بين اللعيب الدولي واللعيب المحلي واللي ما مارسش خالص كرة القدم تدرج في الأخذ الرخصة ولا إيه بالظبط؟ ده هنا يا كابتن مثلا مدرب الجغرافيا بياخد رخصة برو. في أوروبا مش شرط يكون لعيب. لا، فاللاعب المحترف يجب عليه على سبيل المثال أن ينال 60 مباراة في مستوى احترافي على سبيل المثال. وهذا ليس ما يؤهله ليكون مدربا محترفا، ولكن يجب عليه أن ينال رخصة C والرخصة B والرخصة A من الاتحاد الأوروبي. وبعد ذلك تعرف أن هنا عندنا، أقول له تعرف أن عندنا هنا، لا، لو أنت لعيب دولي ممكن تاخد رخصة مثلا B على طول أو A مرة واحدة. إحنا أخذنا C والB والA. لا بس في ناس، بس أنت ممكن تاخد الA على طول. على طول والله اللعيبة الدولية. أيوة ممكن. أيوة طب ما في لعيبة دوليين خدوا C والB والA. من إيجيبت يعني. ما على حسب ال. In Egypt it can be, you know that. It's not possible because there's a mistake, yeah. So in. أعتقد. Sorry. Yes. أيوة. Yeah, sorry. Yes, continue, sir. Yeah, in football it's always. في كرة القدم أعتقد أن. Thinking that a professional player who played maybe 10 till 15 years professional football. أن اللاعب المحترف يجب عليه أن يمارس كرة القدم لعشر أو 12 سنة، ويتوقع له أن يكون، أن يبدأ مجاله التدريبي مبكرا، وأن يكون لديه معرفة أكثر من غيره، ويكون لديه معرفة أفضل. فبالتالي هذا يؤهله أن يكون مدربا بشكل أسرع. فبالتالي لأن اللاعب المحترف والمدرب مهنتان ليست مختلفتين عن بعضهما. فبالتالي من لم يمارس كرة القدم لديه معرفة أقل، ولكن ينال معرفة أكبر إذا مارس كرة القدم. على سبيل المثال
في الماضي كان لدينا لاعبين محترفين مارسوا مهنة التدريب، والآن لدينا المزيد، والآن يمارسون مهنة التدريب على مستوى أعلى. وكذلك الحال بالنسبة للفريق العمل مع مدرب والكشافين والإعلاميين إذا مارسوا كرة القدم. إذا كنت لاعبا فبالتالي كل شيء سيكون متاح لك من ناحية المعرفية حينما تكون مدرب. ليس عليك أن تبذل مجهود أكبر في التحليل. فبالتالي مهنة التدريب متوقفة على العلم، متوقفة على المعرفة والخبرة أيضا. يعني أنا عايز أقول برضو حاجة تانية، أن يعني في الأول وفي الآخر برضو أنها محتاجة موهبة التدريب، يكون واحد عنده الموهبة أنه يدرب، وغير أنه عنده معلومات وعنده قدرات معرفية. لا، في منهج لازم يكون عنده قدرات شخصية كمان، ما هو في طريقة الإقناع، في طريقة الكلام، عشان الترجمة ما تخليناش عشان ما نروحش بس كتير في موهوب. طيب. أصل ده قاله عشان موهوب هيسأل السؤال ده برضو مصطفى ويرجع لنا تاني. تالنت كوتش، مدرب يجب عليه أن يتحلى بالموهبة. حينما تعلم مدربك يكون لديك مدرب منظم، وهذا ما يحدث في الاتحادات، أن تأخذ رخصة سي وبي وإي وما بعد ذلك. يجب عليك أن إذا أردت أن تختار مدرب، نعم يجب عليك أن تلاحظ المدرب الموهوب. إذا أردت أن تطور كرة القدم يجب عليك أن تبدأ أولا، يجب عليك أن تسأل نفسك هل لدينا المدربين المتعلمين، هل يجب عليك أن تسأل نفسك هل لدينا تعليم تدريبي في الاتحاد أولا. أنا أرى الآن في الاتحادات المحلية لا يوفرون هذا، ويعطوا الرخصة التدريبية هذا ليس ممكنا. إذا أردت أن تفعل هذا على سبيل المثال، لديك حوالي من 6 إلى 8 أشهر لتعليم المدرب. الرخصة تأخذ من 6 إلى 8 أشهر. يجب عليك أن تدربه ويأخذ المزيد من الدورات لترى إمكانية أن تعطيه الرخصة، وبعد ذلك يمكنك أن تلاحظ المهارة لدى المدرب. يعني كده خلاص أصبح الأمر مفهوم. عشان بس والوقت، من خلال الاتحادات المحلية بقى، أنا مثلا هنا في اتحاد كرة القدم المصري لا يوجد عندي مدير فني للاتحاد من بعد رحيل نيلو فنجادة من 2 سنين. أهمية وجود مدير فني للاتحاد المحلي من وجهة نظره طبعا. بالنسبة للاتحاد بالطبع تحتاج مدير فني للاتحاد، فالمدير الفني يعرف عن تعليم المدربين، يعرف هو بالطبع بنسبة كبيرة سيكون مدير فني سابق، يعرف كيف يعلم المدربين، كيف يختار المدربين، ينظر نظرته للمدربين تكون نظرة مختلفة، نظرة نقدية مختلفة، كيف يقيم المدرب، كيف يطور المدرب، كيف يطور معلمي المدربين وليس فقط المدرب. لأن المدرب أو معلم المدرب هو أهم، هو من يؤثر على اللعبة ككل ومن يخرج لك اللعبة المناسب. فالأمر كله مترابط ببعضه، من أول معلم المدرب حتى اللاعب. مهم للمنتخب المحلي، مهم للفرق المحلية. الأمر كله يتوقف على تدريب وتعليم المدربين. المدرب الذي لديه المعرفة يستطيع أن يدير الفرق، يستطيع أن يحقق النتائج. فلتبني منظومة فعالة يجب عليك أن تؤسس أكاديمية لتعليم المدربين. يجب عليك أن يكون لديك مدير فني خاص بهذا الاتحاد، يجب عليك وليس فقط خاص بالمنتخب الأول وإنما بالفرق بمنتخبات الشباب، ويركز على مرحلة الناشئين في الأندية. فبالتالي نعم سيكون لديك أندية أفضل. كما قلت المدير الفني للاتحاد هو مشغول بأمور كثيرة.
ويضع برامج كثيرة لتطوير المنافسات. دائما نسأل ونقول لما ليس لدينا منافسات مناسبة في اتحاداتنا، وهذا الأمر مختلف عن مهنة المدير الرياضي أو المدير الفني الخاص بالأندية. فالمدير التقني الخاص بالأندية لديه مهام مختلفة بالطبع. مستر مارسيل لوكاسن، أنا بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا. الحقيقة كلام مهم جدا فيما يخص